صباح الخير من جديد لكل مشاهدين، تحياتنا وين ما كنتوا عم تشوفونا هذا الصباح. نتمنى لكم نهار جميل غدا، وبرعاية جلالة الملكة رانيا العبد الله رح يكون في مؤتمر خاص بحماية الأطفال من الإساءة. ولما بنحكي عن حماية الأطفال من الإساءة بنحكي عن جهود لمؤسسات مختلفة معنية بالطفل وبالأسرة، على رأسها إدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام اللي أصلا هي بتنظم هذا المؤتمر اليوم الغد. هذا الصباح بصرنا يكون معنا العقيد فخري القطار، مدير إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير يا صباح الخيرات. أنتوا خبرة طويلة صار عندكم وجهود عم تمتد لسنوات، ويعني تقديم أيضا تشبيك مع مؤسسات مختلفة لحماية الأسرة وحماية الطفل بالتالي. ما خصوصية المؤتمر بكرة فخري بيك؟ صباح الخير ستي، وصباح الخير للإخوان المشاهدين اللي تابعوا برنامج يوم جديد. وأنا أشكر التلفزيون الأردني وأشكرك شخصيا على إتاحة الفرصة لنا الحديث عن المؤتمر. تعرف يا أختي برعاية كريمة من صاحبة الجلالة الهاشمية الملكة رانيا العبد الله، سيفتتح إن شاء الله صباح يوم غد مؤتمر مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، حق الطفل في الحماية من العنف. هذا المؤتمر تنظم إدارة حماية الأسرة كإدارة تابعة لمديرية الأمن العام، بالواقع هو جاء بتوجيه شخصي من عطوفة مدير الأمن العام نظرا لاهتمامه بقضايا الطفولة وقضايا الأسرة بشكل عام. كمان عنده خبرة، كان في مكانك سابقا. أكيد يعني هاي إدارة قريبة له طويلة، فهو مطلع وخبير في هذا المجال، فوجه باستمرار أنه يجب أن نعمل على تبادل الخبرات واكتساب المعارف والتجارب. تعرف الإدارة صار لها 20 سنة تمارس هذا المجال. صحيح. فالعشرين سنة تغيرت كثير من الأمور، العالم يتغير بين يوم ويوم. فجاء تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع المجلس الوطني لحماية الأسرة وبشراكة مع منظمة اليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. المؤتمر الواقع سيعقد على مدى 3 أيام، طويل نوعا ما. ستطرح فيه مجموعة كبيرة وهائلة جدا من أوراق العمل التي تتناول بالتحديد مبدأ مصلحة الطفل الفضلى. أختي هذا المبدأ جاء باتفاقيات دولية وتحديدا في اتفاقية حقوق الطفل الدولية، وهو مبدأ فضفاض مطاط غير واضح وغير مفسر. صح. جينا بهذا فكرنا بهذا المؤتمر نحاول تفسير هذا المبدأ. ما المقصود بمصلحة الطفل الفضلى؟ شو المفهوم؟ شو الواقع؟ وكيف نعكسه بالممارسات العملية للمؤسسات؟ شو الآليات لتنفيذه؟ يعني بالنهاية هذا مهم كتير. وأنتم أصلاً طورتوا آليات كتير بإدارة حماية الأسرة لحماية الطفل، مع أنه من أصعب بجوز المهمات أنه الواحد يشتغل لمصلحة الطفل. أكيد. لأنه أكيد. إذا الطفل تعرض لإساءة بجوز من أكثر التحديات أنه الطفل ما بقدر يحكي أنه تعرض لإساءة. فعندكم آلياتكم أو طرقكم لمعالجة هذا الموضوع والكشف عنه بطريقة معينة. وكمان هذا من اهتمام يعني متطلبات الإدارة الرشيدة لقطاع الأمن باعتباره أحد أجهزة العدالة في الدولة، هو الاهتمام بقضايا الأطفال. بالفعل مديرية الأمن العام بالبداية تنبهت لهذا الواقع وعكست الاهتمام بقضايا الطفولة من خلال سياساتها الأمنية وبرامجها الوظيفية. تمام. ومن خلال المؤسسات اللي استحدثتها لهذه الغاية وطبقتها على أرض الواقع من خلال استحداث إدارة حماية الأسرة للتعاون مع الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية إذا كانوا ضحايا أو شهود على وقائع، ومن خلال استحداث أيضا قبل 4-5 سنوات إدارة سلطة الأحداث المعنية بالتعامل مع الأحداث الجارحين. خلال هالفترة الطويلة هذه على مدى 20 سنة في الواقع صار عندنا خبرة معينة في التعامل مع الأطفال، وحاولنا في كل إجراءاتنا. هو المبدأ هذا قلت لك مبدأ ما بتعرفي وين مصلحة الطفل في أي إجراء يتحقق. صحيح. مرات الطفل يكون ضحية لفعل معين، لكن التدخل باتجاه حماية الطفل ممكن ينعكس عليه سلبا. نعم. فهي العملية لها دقيق جدا دقيقة جدا. كيف توازن الآثار المختلفة الناتجة عن الإجراء المعين على الطفل ومستقبل الطفل فيما بعد؟ واللي بعرفه كمان أنه الإدارة عندكم فيها كثير نساء. نعم. لأنه التعامل مع مرأة أكثر، مع أسرة. صحيح. أكثر. صحيح. مع احنا أغلب مرتبنا في عندكم نساء، أغلب مرتبنا العاملين في الإدارة هو من العنصر النسائي، لأنه هن الأقدر في الواقع. نعم. على التعامل. نعم. مع الأطفال هن الأقدر على كسب ثقة وود. صحيح. الأطفال وتقديم كسر حاجز الخوف كمان. أكيد حيان. أكيد هذه. نعم. معايير احنا بالبداية رأيناها أنه الطفل يجد نوع من التواصل السهل ما بينه وبين السيدات أريحية. لكن لا يعني بالواقع انه احنا مع الزمن صرنا اكثر. نعم. صار عندنا القدره والمعرفه تعامل مع الاطفال. ما يميز الاداره اختي مشان نراعي مصالح الاطفال يعني. نعم. منظومه شراكه مثل ما تفضلتي. يعني داخل مبنى الاداره تجدي كل الجهات المعنيه بالتعامل مع
الأطفال وتقديم الخدمات، سواء كانت خدمات قانونية يقدموها الشرطة أو خدمات اجتماعية تقدم من خلال الباحثين الاجتماعيين التابعين لوزارة التنمية الاجتماعية، أو خدمات طبية من خلال المركز الوطني للطب الشرعي، أو خدمات نفسية. هذا التكامل بالخدمات هو أهم شيء مشان نراعي مصالح الأطفال الفضلة، وهذا التكامل هو تجربة ريادية ونموذجية طبعاً. حتى في دول العالم المتقدم لا يمكن أنك تأتي على مكان تلاقي فيه ضابط الشرطة والباحث الاجتماعي والطبيب الشرعي والطبيب النفسي في نفس المكان يقدموا خدمات متوازية بنفس وبناء على علم دقيق. يعني طبعاً. أنا اللي مثلا كنت قبل فترة صادفت المجلس الوطني لشؤون الأسرة، كان عندهم دليل للأطباء كيف يقدروا يكشفوا، يعني إذا في طفل مثلا راح مرشح عند دكتور بيقدر من خلال الكشف أنه يعرف إذا هو متعرض مثلا لإساءة أو لعنف. هم كثير مهم التخطيط السليم، وصلنا للنتائج السليم. إحنا في كل إجراءاتنا نلجأ لأدلة العمل المكتوبة في كل إجراء، سواء بإجراءات القانونية أو إجراءات الصحية أو إجراءات الاجتماعية. تعرفي هذا في عملية إحلال البشر، البشر يتغيروا، ناس تروح ناس تيجي ناس ترتفع. فلذلك يهمنا غير التدريب أنه الناس اللي تيجي على مجال معين أنها تعرف شو منظومة العمل السائدة. منظومة العمل السائدة تأتي من خلال الوثائق المكتوبة. فكل شغلنا المجلس الوطني باعتباره هو المظلة اللي تنسق جهود كل المؤسسات والمعني بوضع الأدلة الإجرائية لكافة المؤسسات المعنية في هذا المجال، بحيث أنهم تتدخل في بالجانب الصحي. شو مطلوب منك أنت كطبيب؟ شو الإجراءات اللي تقوم بها من بداية التعامل مع الطفل؟ تمام. واحد اثنين ثلاثة أربعة الحين تقديم الخدمة، وما يقاس على الطبيب الشرعي يقاس على ضابط الشرطة. ضابط الشرطة معني بالجانب القانوني، معني في بعض الأحيان بالتعامل مع الجريمة ومواقع معينة ومنصوص عليها بالقوانين. كيف بده يوازي بين اثنين وراعي مصالح الطفل الفضلة؟ فذلك تأتي من خلال الأدلة الإجرائية اللي تسهل على العاملين عملية عكس هذه السياسات على بالإضافة أرض الواقع. أخي بيك إلى التعريف العنف نفسه، يعني إحنا بجوز فعلا زي ما أنت بالأول قلت أنه هو مفهوم لازال غامض شوية بالنسبة للمجتمع. يعني كلنا بجوز لما بنقول أبوه وأمه ضربوه للطفل بصير نقول ما هم أهالينا ضربونا شو صار فينا وكذا. يعني هو هذا المفهوم بجوز بده تعريف أكثر، وأنتوا عم تشتغلوا على هذا الموضوع أنه ما هي الأفعال المسيئة للطفل والتي يعاقب عليها القانون. أكيد عندكم تعريف واضح كمان هذا العنف كمان مفهوم مطاط. العنف بيختلف من دولة إلى دولة ثانية. يعني ما هو عنف في مجتمع قد يكون فعل مباح في تماماً مجتمع آخر تماماً. وما هو فعل مباح في مجتمع قد يكون مجرب في مجتمع آخر، هذه مسألة لها علاقة بالأفكار بالعادات والتقاليد لكن إحنا وجهة نظرنا، وهذا نعتمد على القانون الأردني، أي فعل من شأنه يؤثر سلبا على الطفل حتى لو ما كان ما في عنف مباشر، حتى لو كان عنف لفظي أو عنف معنوي. إحنا معنيين بالتعامل أو عمالة أطفال مثلا، إحنا معنيين بالتعامل عمالة الأطفال هي نوع من أنواع العنف. إحنا ندخل إحنا غير معنيين بمكافحة عمالة الأطفال، في جهات ثانية معنية فيها، لكن الأثار الناتجة على انخراط الطفل في سوق العمل إحنا معنيين بالتعامل مع أثارها وتقديم الحلول المناسبة. إحنا بالقانون الأردني، يعني القانون الأردني جرب كل أشكال العنف الواقع على الأطفال. في نص في المادة 61 أنه أجاز ضروب التأديب على نحو ما يبيح العرف العام بحيث ما تترك أثر، والمقصود هذا النص كمان هذا سهل جدا يفسر. لكن كل حالات العنف الثانية هي مجربة ويعاقب عليها القانون بالتأكيد. وفي بعضها تصل عقوبتها إلى عقوبة قاسية، تصل إلى درجة الجناية حسب جسامة الفعل، حتى لو كان الفعل غير مجرب بالقانون. احنا مجرد وصلت المعلومه للاداره نتدخل، مش شرط ندخل قانون، احنا ندخل اجتماعيا، ندخل طبعا صحيا، ندخل نفسيا، نحاول انه نعكس بيئه ايجابيه داخل الاسره، نعلم الناس، نعلم الاب الام كيف يتعاملوا مع الاطفال قبل التجريم، خصوصا في اسره يعني ما عندهاش خلينا نقول سجل. معنيين انكم تصلحوا اولا أكيد دائما وباستمرار؟ أكيد احنا تدخلنا بالدرجه الاولى لغايه الاصلاح، بالشيء البسيط تماسك الاسره. هذا همنا انه ظل العلاقه ما بين الزوج والزوجه وما بين الاطفال علاقه مبنيه على التفاهم، على الموده. هذا ديننا يقول على الموده والاحترام. ما يهمنا انه ندخل قانونيا او نوسع المسافه بين الناس، يهمنا انه يعرفوا ان السلوكيات هذه غير مقبوله، السلوكيات هذه لها اثار سلبيه سواء على الطفل كثير منيح وعلى الأب والأم. والأطفال هذول أطفال اليوم لكن هم مستقبل صحيح البلد، بهمنا سويتهم النفسية سويتهم الجسدية، خصوصا مع فوضى هالاتصالات وهالمد العارم من الاطلاع على الثقافات والأفكار والعادات. هذه تساوت نوع من الخلل بالمجتمع الأردني، صار ضروري تدخل المؤسسات المعنية مشان تصلح بعض الأمور. لكن هدف تدخلنا الأساسي هو استقرار وتماسك
الأسرة ما بنلجأ لتطبيق القانون إلا في حالات معينة اللي نجبر بالقانون أنه الجرم فيه واضح ولا يمكن إصلاحه، تدخلات إنسانية طبعاً واجتماعية طبعاً. والمؤتمر بكرة تتويج إن شاء الله راح يكون لها الجهود، وإن شاء الله بتخرجوا بنتائج لمصلحة الأسرة ولمصلحة الطفل فخري بيك إن شاء الله. إن شاء الله إحنا نتمنى أن المؤتمر يخرج بمخرجات من شأنها نطور منظومة عملنا، من شأنها تنعكس على المؤسسات الشريكة اللي تعمل معنا في مختلف المجالات، وهذا ما له علاقة بس بالحماية من العنف، له علاقة بالخدمات الصحية التربوية التعليمية، كل التحديات المرتبطة بمصالح الأطفال بمنظومة الخدمات المقدمة للطفل. وأنا أتوقع أنه رايح المؤتمر يخرج بتوصيات ورايح يوفر مادة مكتوبة ومرجعية تنتقلية المكتبة العربية بشكل عام في مواضيع مصلحة الطفل. وبرضو إدارة حماية الأسرة على 911 كمان. 911 أيضا 911. على 911 لنا صفحة على الفيسبوك، لنا موقع على الشبكة، احنا نستقبل بجميع الطرق حتى على المسجات. يعني انتوا على كل حال إدارة قريبة من المجتمع، يعني الكل بيلجأ لكم نساء ورجالا وايضا اطفال. احنا نتمنى نكون قريبين من الناس، نتمنى نكون كسبنا ثقة الناس، واذا في انتم أي ملاحظات كذلك صدقني انتم كذلك ان شاء الله دائما هذا الجهد يكلل بالكثير من النجاح. شكرا جزيلا لك العقيد فخري على وجودك في شو بيقول لنا عدنان. عدنان في سؤال، لا بيقول عدنان المخرج انه في سؤال من احدى المشاهدات بتقول انه يعني انتم فعلا سريعين، يعني هي شهاده منها انه هي جربت، انه هي فعلا سريعي يعني التواصل والاستجابه. يعني اذا بتحب تعلق على المشاهده. انا اشكر الاخت المشاهده، احنا من خلال انتشار خدماتنا بتوجيهات معطوف ميدا للمعام انتشرنا في كافه محافظات المملكه، فلذلك استجابتنا تكون سريعه لان قراب من الناس. كنا قبل مركزين في عمان، كان نوع من التأخير، وكانوا يلجوا الوسائل معينة تصلنا. إحنا موجودين في كل المحافظات، استجابتنا يجب أنها ما تتجاوز إذا كان الحادث يعني يتطلب التدخل الفوري، لا نحرك أقرب دورية نجدة عبين ما يصلوا جماعتنا، لازم خلال خمس دقائق يكونوا موجودين. إحنا تحكمنا المسافات الجغرافية بعض الأحيان متأخر، لكن داخل المدن في فترة زمنية ما تجاوز ساعة أو نص ساعة لازم جماعتنا يكون موجودين فيه. وهذا دليل أنه يعني الثقة اللي بنيتوها، جسر الثقة اللي بنيتوها مع الناس، أكيد يعني أكيد. إحنا بلجأوا لكم بشكل مستمر. شكرا جزيلا لك العقيد فخري على وجودك معنا هذا الصباح، تحياتنا لك لإدارة حماية الأسرة.